نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد لون مجلد في قائمة المحادثات. نقوم بالضغط على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على المجلدات والمحادثات، من ثم سوف نقوم بالضغط على إنشاء مجلدات جديدة، وبعدها سوف نقوم باختيار هنا لون المجلدات في قائمة المحادثات. بعدها سوف نقوم بالضغط على الحلول تيليجرام المميزة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.